السلام عليكم أولادي وبناتي أبطال وشطورات الصف الثاني ثانوي. هنحل مع بعض النهاردة إكسرسايز لطيف ورشيق وجميل جدا 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 من إكسرسايز الكالكلس، واللي هو إكسرسايز 15. إكسرسايز 15 بيتكلم على الـ limits of function at infinity. قبل ما نقول الـ limit of function at infinity، الدرس مختصر جدا وأفكاره قليلة جدا زي ما أنتم عارفين وشفتوا في الشرح. نفهم الناس او نفكر الناس كده بالمفهوم اصلا بتاع الانفينيتي. انا قلت ان انا لو اخدت مثلا فانكشن وليكن f of x equals 1 over x، وعايز اعرف الليمت بتاعت الفانكشن لما الاكس ابروتش تو انفينيت او الاكس ابروتش تو نيجاتيف انفينيت. اول حاجه ال 1 over x ده الكيرف بيبقى شكله كده بحسب ما احنا درسنا في الالجبرا، والناحيه دي بتبقى كده. طبعا لو اخدت بالك كده كل ما الاكس ابروتش، هي الاكس بتزيد 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 رايحه للانفينيت، الواي عماله تقل 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 تقل، واخر هتوصل فين؟ مش هتوصل طبعا للزيرو، ولكن هتبقى كلوز جدا للزيرو، يعني هتقرب منها جدا. فبالتالي انا اقدر اقول ان الليمت للاكس لل 1 اوفر اكس وان الاكس ابروتش تو انفينيت ايكوالز زيرو. طب نفس الكلام لو كانت الاكس ابروتش تو نيجاتيف انفينيت، اهي الاكس عماله تروح ناحيه النيجاتيف انفينيت والواي عماله ايه؟ يزيد تزيد 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 وبتقرب من مين؟ من الزيرو، يبقى على طول برضو equals zero سواء كانت infinite أو negative infinite. واحد جه سألني قال لي يا مستر، قلت له نعم يا قلبي المستر، قال لي افرض إن ال f of x equals constant، ال constant ده بقى ممكن يبقى positive وممكن يبقى negative، يعني ال function فيها مثلا 4 over x أو 7 over x أو negative 7 over x. قلت له اعتبر ان الكونستانت ده ابن حلال وما عملش اي مشكله، وسيبك منه واشتغل فين؟ على ال 1 اوفر اكس، يعني الكونستانت مش بيغير. طيب ليه يا مستر؟ هقول لك يا قلب المستر برضه. ليه؟ لان الكونستانت ده اصلا وظيفته بيغير ايه؟ وظيفته بيغير الاسترتشنج بتاع الكيرف. يعني ايه؟ يعني الكيرف ممكن يقرب كده، ممكن يبعد كده، انما هو في الاخر بيابروتش تو مين؟ تو زيرو عند الانفينيت وعند النيجاتيف انفينيت. طب ايه كمان من المعلومات اللي احنا اشتغلنا عليها في الدرس بتاعنا وكانت معلومه مهمه؟ قلت ان الدرس بتاعنا بيتقسم ل 3 كيسز. اولا انا لما بيبقى عندي بولينوميال فانكشن فوق وبولينوميال فانكشن تحت، يعني ايه بولينوميال فانكشن؟ يعني فانكشن فيها اكسات، زي مثلا ax باور 2 بلس bx، وهنا 3x باور 4 ماينس 7x. الديجري بتاعت اللي فوق دي كام؟ يعني ايه ديجري يا جميل؟ يعني انت بتبص على اكبر باور للاكس، اكبر باور للاكس هنا 2 يبقى دي سكند ديجري. والديجري بتاعت اللي تحت يعني اكبر باور للاكس تحت اللي هو 4 يبقى دي فورث ديجري. كده يا جميل انت عرفت ان الديجري بتاعت اللي فوق سكند والديجري بتاعت اللي تحت فورث، يبقى انت كده ولد ذكي ولماح وعرفت حاجه انه في ريليشن بتوين التو ديجريز، مين اقل؟ اللي فوق اقل من الكبير من اللي تحت. طيب هنصنف الكلام ده نعمل له كلاسيفيكشن ازاي ونقدر نحدد من خلاله الكيسز بتوع الحل. قال لي ان انا عندي لو كانت الديجري اللي فوق يعني اكس باور ان والديجري اللي تحت اكس باور ام، خلي بالك هي مش اكس باور ان اوفر اكس باور ام بس، لا ده في حاجات ثانيه، بس انا بتكلم على اكبر باور فوق واكبر باور تحت. قال لي ان لو كان الان جريتر ذان الام يبقى الريزلت هتبقى ايه؟ الان اكبر من الام، يبقى على طول الريزلت هتبقى يا اما انفينيت يا اما نيجاتيف انفينيت. طب امتى انفينيت وامتى نيجاتيف انفينيت؟ هشرحها لك بالتفصيل شويه كده واحنا شغالين فين في الاكسرسايز. طيب لو كان الان ايكوالز الام، يعني الديجري اللي فوق قد الديجري اللي تحت، يبقى الريزلت هتبقى كونستانت يا جميل. طيب الكونستانت ده ايكوالز مين؟ باختصار جدا الكونستانت ده هيكون عباره عن الكوفيشنت بتاع اكبر ديجري فوق مع اكبر او الكوفيشنت اوف اكبر ديجري. يعني ايه؟ يعني لنفترض مثلا انه اللي فوق ده اكبر ديجري هي اكس باور 7 واكبر ديجري تحت اكس باور 7، هنا مثلا 3 وهنا نيجاتيف 2 وهنا في حاجات تانية كتير بلا 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 ملوش أي لازمة، وهنا حاجات تانية كتير بس كلهم الإكسات فيها أقل من السمن. أنت بتكنسل كل القليل ده وبتعمل إيه؟ وبتاخد الكبير اللي هو نيجاتيف 3 أو نيجاتيف 2 أوفر 3، يبقى الكونستانت في الحالة دي هيبقى نيجاتيف 2 أوفر 3. الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها قبل ما أقول الكيس التالتة، إن أنا هوريك الطريقة الفورمال للحل، وهنحل بعد كده بالطريقة بتاعتنا اللي هي المختصرة طريقة أسئلة الإم سي كيو. طب يا مستر لو جالي السي كويستشنز، ما انا هشرح لك في الام سي كيو دلوقتي سؤال على كل كيس من الكيسز ازاي تطلع الريزلت بتاعته بالستبس كامله. طيب
اخر قياس عندي لو كان الانلس لان الام، يعني لو كان الباور اللي فوق اقل من الباور اللي تحت، يعني الباور اللي تحت هو الكبير، يبقى على طول الريزلت ايكوال زيرو، ما فيهاش طبعا بوزيتيف ولا نيجاتيف، والدنيا كده بقت جميله جدا. اخر حاجه برضو عايز اقولها بعد الكيسز، اللي هو انه الباورات النيجاتيف لو عندي فوق مثلا اكس باور 2 بلس 3 اكس باور نيجاتيف 4 اوفر 4 اكس باور نيجاتيف 5 بلس اكس باور 2 نيجاتيف 3. كده مين الديجري الاكبر، اللي فوق ولا اللي تحت؟ الديجري اللي فوق اكبر. ليه؟ لان النيجاتيف 2 دي اكبر من النيجاتيف 3. خلي بالك بس من قصه الباور النيجاتيف. طيب في حاله النيجاتيف باور برضو في مشكله بتقابلنا في الحل، اللي هي الكونستانت. ازاي؟ لما يكون عندك سؤال كده في اكس باور نيجاتيف 3 بلس 7 اوفر اكس باور نيجاتيف 2 بلس اكس باور نيجاتيف 1، واحد يقول لي ثواني الديجري اللي تحت اكبر، اقول له ليه يا جميل؟ يقول لي عشان النيجاتيف 2 اكبر من النيجاتيف 3. والله انت ولد شاطر وما قلتش حاجه غلط، لكن في عندك مشكله. ايه هي؟ يبدو انك عايز تعمل نظاره علشان تشوف الاكس باور 0 اللي كانت هنا، هو هنا في اكس باور 0 ولا لا؟ ايوه يا جميل، شفت بقى الفكره، انه اي كونستانت قاعد لوحده كده تحط له اكس باور 0 جنبه. اشمعنى الكلام ده؟ مش هتحتاجه غير في النيجاتيف باور. اشمعنى يا جميل؟ علشان تيجي تقول لي بقى مين اكبر باور تحت النيجاتيف 1، طب مين اكبر باور فوق الزيرو، يبقى الباور اللي فوق اكبر من اللي تحت. لازم تاخد بالك من القصه دي وهنشوفها دلوقتي واحنا بنحل، اكيد موجوده في الاكسرسايز. خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله ونبدا نحل اول سؤال. question 1 يا جميل بيقول limit when x approach to infinite ل 3 over x power 2 minus 2. طب جميل جدا، الكلام ده equals ايه؟ والله ببساطه شديده جدا لو انت واخد بالك، الاكس هنا approach to infinite يبقى على طول 3 over infinite ب 0، يبقى ده 0 minus 2، يبقى الاجابه negative 2. شوف السؤال اللي بعده على طول. هنا عندي x approach to infinite لل3x وادي 4x بلس 5. طيب انا قلت ان كل كيس من الكيسز انا هحلها بايه؟ هحلها بالستبس مره واحده، وبعد كده مش هحلها بستبس. هنعمل الاولانيه دي كده بستبس جميله علشان تبقى حلوه ولذيذه. اول حاجه بتعملها في السؤال ده انك انت بتكتب الفراكشن زي ما هو، وبعدين تروح كاتب الليمت زي ما هي، والاكس ابروتش تو انفينيت زي ما هي. شايفين الليمت ازاي؟ دي ليمت عشان لو حد معترض ما يعترضش. تمام، بعد كده هتروح واخد كده 3x وادي 4x بلس 7. تمام، طيب بعد كده هروح قايل ايه؟ اذا انت كتبت ال 3 دي فوق شويه ليه يا مستر؟ والله يا قلب المستر انا عايز اعمل شغلانه كده وانت هتساعدني فيها. هنعمل ايه؟ ادي اوفر وادي اوفر وادي اوفر. تمام، وبعد كده هروح اعمل اكبر باور للاكس فوق وتحت ايه؟ اكبر باور للاكس فوق وتحت ده باور 1 وده باور 1. طب وال7 باور 0، وحضرتك قلت لي الباور 0 اكبر، ده لما يكون الباور نيجاتيف، يبقى ال7 دي الباور بتاعها الديجري بتاعتها 0 اقل من ال1، فانا باخد اكبر باور اللي هو مين؟ اكس باور 1. هعمل ايه؟ هعمل ديفايدد اكبر باور فوق وتحت، يعني اكبر باور قابلني هعمل له ديفايد. هعمل له ايه؟ ديفايد. هو الاصل انا بعمل اكبر ديفايدد اكبر باور في الدينومينيتور، لكن هعمل كده اهي، هنا ديفايدد اكس وهنا ديفايدد اكس وهنا ديفايدد اكس. ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا ينفع. انا ينفع اخد النيوميريتور كله والدينومينيتور كله ونعملهم تايمز نمبر معين او ديفايدد نمبر معين، تايمز اكس وديفايدد اكس. اللي هعمله فوق اعمله تحت، عملت ديفايد هنا وديفايد وديفايد كده. تمام، طيب دلوقتي لما عم نعمل سيمبليفاي، الاكس راحت مع الاكس فضل فوق 3، وتحت فضل الاكس راحت مع الاكس فضل تحت 4 بلس، وادي 7 مع الاكس، ما تقوليش راحوا مع بعض، 7 اوفر اكس لما الاكس ابروتش تو انفينيت بزيرو، يبقى الاجابه هتبقى 3 اوفر 4، يعني الاجابه 3 اوفر 4. طيب هو احنا هنقعد نحل كده دايما؟ خلاص انت فهمت الدنيا مشيت ازاي؟ اه، روح بقى روح سيب لي الكلام ده كده وتعالى نفكر بالطريقه بتاعتنا اللي هي ايه؟ اكبر ديجري فوق فين؟ ال 3 اكس. اهو الترم اللي فيه اكبر ديجري، وده الترم اللي فيه اكبر ديجري، والباقي كله كنسله. هنشيل الاكس مع الاكس يفضل 3 اوفر 4، يعني 3 اوفر 4. شفت السهوله؟ الدنيا سهله وجميله جدا. طيب بعد كده هنشوف question 3. نفس الكلام، الديجري اللي فوق قد الديجري اللي تحت، الكوفيشنت فوق ب 2 والكوفيشنت تحت ب 1، يبقى الاجابه 2.
تو، وانت مغمض عينك. ايوه وانت مغمض عينك. على طول نشوف السؤال اللي بعده. الأسئلة كلها سهلة وواضحة. Question 4 بيقول limit x approach to infinite لل x power 2 plus 5 over 6. طبعا الديجري اللي فوق أكبر، الديجري اللي فوق أكبر من الديجري اللي تحت. أكبر coefficient فوق positive وأكبر coefficient تحت positive، وال x approach to infinite يبقى الإجابة infinite. طب الحتة دي فيها تفصيلة كده يا شباب، بصوا معايا علشان تركزوا. أنا عندي limit وال x approach to infinite و 3x power 4 minus 6x over 5x power 3. طيب لو اخدت السؤال ده كده وحليته على حاله زي ما هو، هيبقى عبارة عن ايه؟ هتقول لي الديجري اللي فوق سوري اكبر من الديجري اللي تحت، والكوفيشنت بتاع اكبر ديجري فوق بوزيتيف يبقى انفينيت. لا، في حاجة انت لسه ما سألتش عليها الاجابة صح، بس في حاجة انت ما سألتش عليها كان ممكن تغير الاجابة كلها. ايه هي؟ الديجري اللي تحت، الديجري اللي تحت ده لو نيجاتيف 5x باور 3. هنا في الحاله دي كانت الاجابه هتبقى نيجاتيف انفينيت. اشمعنى يا جميل؟ اقول لك. تعالوا نحلها بستبس. مش انا قلت ان انا هحل من كل كيس من الثري كيسز واحده بستبس، وحلينا واحده على الفيرست كيس. تعالوا نحل على السكند كيس. اهي دي ابروتش تو انفينيت، ودي 3x باور 4 ماينس 6x، وطبعا هنا فراكشن جميل، وهنا نيجاتيف 5x باور 3. طبعا سعادتك عارف انك هتعمل ايه؟ اوفر اوفر اوفر، وقلنا بنعمل ديفايد اكبر باور تحت. اكبر باور تحت كام؟ اكس باور 3، ودي اكس باور 3، ودي اكس باور 3. طبعا الجمال وداك على ان ده زيرو خلاص، والاكس باور 3 راحت مع الاكس باور 3، فضل عندي تحت نيجاتيف 5. وفوق يا جميل هيفضل عندك اكس باور 4 على اكس باور 3، تفضل اكس هي واحده وادي 3. دلوقتي لو انا حطيت مكان الاكس انفينيت، يعني لو عملت ان هي اكس ابروتش تو انفينيت، كده بقى ايه؟ بقى انفينيت يعني بوزيتيف تايمز بوزيتيف ببوزيتيف، يعني انفينيت اوفر نيجاتيف اللي هي نيجاتيف 5، فهتبقى نيجاتيف انفينيت. كده خدت لي بالك يا جميل؟ ايوه، يبقى كده الكلام ناخد بالنا منه، ان انا بشوف الكوفيشنت اللي فوق واللي تحت بتوع اكبر ديجري، وهما اللي بيحددوا لي اذا كانت بوزيتيف او نيجاتيف انفينيت. طب افرض ان هي ليميت لما الاكس ابروتش تو نيجاتيف انفينيت، وقلت ان هي 4x باور 2 بلس 3 اوفر 2x، برضو كنت هقول اكبر ديجري فوق، يبقى دي يا انفينيت يا نيجاتيف انفينيت. ده ايه؟ بوزيتيف. وده ايه؟ بوزيتيف. يبقى المفروض انه هيبقى بوزيتيف تايمز نيجاتيف انفينيت بنيجاتيف انفينيت. الكلام ده علشان بس تبقى فاهم انت بتحل ازاي. احنا بنحل بسرعه بس لازم نبقى فاهمين. السؤال اللي بعده يا جميل بيقول لي انا عندي هنا root x minus 3 over x. طيب ما هو اكبر ديجري كده فين؟ تحت، اللي هو x باور كام؟ x باور 1. يبقى root ال x minus 3 over x ده على طول يعني x باور half minus 3 over x. طب ما الكلام ده جميل جدا، نعمل ايه بقى؟ على طول لو انت شاطر اخدت بالك ان الباور اللي تحت اكبر، يبقى الاجابه 0. طب لو انا عايز اعملها بستبس، تعالى يا جميل وانا اقول لك الستبس ازاي. يعني احنا هنخاف اهو في كل حاجة، وتعالى نقول اهي limit x approach، اهي limit عدلة، اهي حلوة، بس دي ما تتعودوش عليها، مش دايما هنكتبها علشان الناس اللي ايه يعني الشاطرة. هنا عندنا limit x approach to infinite، وادي root 3x، ادي root x minus 3 over x. انت بتعمل ايه يا جميل؟ انت بتعمل ديفايدد اكبر باور فين؟ تحت. اكبر باور فين؟ تحت، اللي هو اوفر اكس، وهنا اوفر اكس، وهنا اوفر اكس. طبعا ده بزيرو وده بزيرو سوري وده بون، احنا متفقين على ده. فضل عندي روت اكس اوفر اكس، ومش روت اكس اوفر اكس دي يا جماعه ب1 اوفر روت الاكس، ايوه، ماينس 0 اوفر 1. طب ما هو اللي تحت ده خلاص 1، فمالوش اي تاثير. 1 over root الاكس لما الاكس approach to infinite مش تبقى على طول بزيرو؟ ايوه. ليه؟ لان الديجري اللي تحت اكبر من اللي فوق، يبقى ده كله بزيرو. 0 minus 0 بزيرو يا هيرو، يبقى كده خلص السؤال. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 6. question number 6 من الاسئله الجميله اللي هي اصلا محلوله لوحدها، وبتقول ان انا اجابتي 5. طب ليه؟ مش دي 3x باور نيجاتيف 5 اصلا هي عباره عن 3 over x باور 5، ودي 4x باور نيجاتيف 2 يبقى بلس 4 اوفر x باور 2 بلس 5. الجميل ده بزيرو وده بزيرو، فضل هنا 5، يبقى الاجابه على طول 5. نشوف السؤال اللي بعده. ليميت x باور نيجاتيف 3 بلس 4x باور نيجاتيف 2
ماينس 2، شوف نفس الكلام اللي انا قلته. اول حاجه علشان ما تقعدش تلف كتير، واحد يقول لي ودي تركه، دي تركه من تركات الاسئله بتاعه الدرس. ليه؟ في حد يجي يقول لي اكبر باور فوق قد اكبر باور تحت، طيب مالهم؟ ايكوالز نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2، يبقى الاجابه 4 اوفر نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4، مش صح. اكبر باور فوق مين؟ اللي هو الكونستنت، اللي هو اكس باور 0. وده انت اصلا لو بصيت على دي، مش دي عباره عن 3 اوفر اكس باور 3 0، 4 اوفر اكس باور 2 0، 7 اوفر اكس باور 3 0، وده 0. يبقى الاجابه عندك على طول ايه يا جميل؟ نيجاتيف 2 اوفر 6 اللي هي نيجاتيف 3. طيب هنشوف السؤال اللي بعده، كويستشن 8. اكس باور 7 ماينس 2 اكس باور 3 2 اكس باور 4 ماينس 3 اكس باور 2 ماينس 1. الديجري اللي فوق اكبر من الديجري اللي تحت ولا لا؟ ايوه، عشان دي اكس باور 7. يبقى على طول عندي يا انفينيت يا نيجاتيف انفينيت. خد لي اكبر ديجري فوق واكبر ديجري تحت، ده ايه؟ بوزيتيف وده ايه؟ بوزيتيف. يبقى بوزيتيف وبوزيتيف انفينيت مع بعض يدوني ايه؟ انفينيت. نشوف السؤال اللي بعده، ليميت 2 3 اكس باور 2 اوفر اكس تايمز 2 اكس ماينس 1. بص يا جميل، طبعا انت المفروض انك انت ولد شاطر وعسولي كده، وعارف تعمل ان الاكس دي بتدخل جوه البراكتس تايمز هنا وهنا، لكن انا هقول لك بقى على حاجه اشطر من اللي انت بتقوله ده، علشان انت اشطر من الشاطرين بشويه وهتعرف تعمل ايه. انت هتاخد اكبر ديجري فوق وتاخد الكوفيشنت بتاعه اللي هو اكس باور 2، الكوفيشنت بتاعه 3، يبقى ادي 3 اكس باور 2. اكبر ديجري تحت هنا في ملتبلاي صح؟ اه، يبقى اكبر ديجري تحت هنا ال1 وتايمز ال 2x، والنيجاتيف 1 ملهاش لازمه عندي لان انا باخد اكبر ديجري في كل ترم، ده اسمه ترم لوحده كده، الاكسبريشن ده لوحده عشان جوه براكتس انا هتعامل معاه كانه ترم. طيب يبقى x تايمز 2x ب 2x باور 2. طب والباقي يا مستر؟ سيبك من الباقي يا قلب المستر، لان الباقي كله هيبقى بزيرو، x باور 2 راحت مع x باور 2، تبقى الاجابه 3 اوفر 2 اللي هي ايه؟ كويستشن 10 يا جميل، على طول بتقول ايه؟ انا عندي هنا روت برضه، والديجري اللي فوق 2 سوري اكس باور 1، سيبك من الروت، الروت يعني على الكل صح؟ يبقى سيب الروت اهو واعمل لي روت كبير. اكبر ديجري فوق مين؟ 1. اكبر ديجري تحت 1، يبقى انا هكتب اكبر ديجري فوق اللي هو 2x على اكبر الترم اللي فيه اكبر ديجري تحت اللي هو 4x. ايه الجمال ده؟ اكس راحت مع اكس، فضل عندي روت الهاف. روت مين؟ الهاف. روت الهاف دي اللي هي 1 اوفر روت 2 صح؟ يبقى الاجابه 1 اوفر روت 2 هو الاختيار سي. نشوف ال 11 على طول، 11 بتقول ايه؟ ليميت when x approach to infinite لل x power 3 plus 5 ودي x times 2 x power 2 plus 3. نفس الكلام يا جميل، انت عندك اكبر ديجري فوق ايه؟ 3. طب اكبر ديجري تحت، اوعى تقول 2 عشان ما ازعلش منك، في x بره لما تدخل جوه، x times x power 1 times x power 2 ب x power 3. يبقى اكبر ديجري تحت اللي هو مين؟ ده times ده. طب وده ملوش لازمه لان هيبقى 0، فانت هتكتب لي كده ادي x باور 3 اوفر x تايمز 2 x باور 2 ب 2 x باور 3 صح؟ راح الجميل ده مع ده، يفضل الاجابه في الاخر هاف اللي هي الاختيار برضو كمان مره سي. 12 يا شباب، على طول برضو من الافكار الشهيره، الكلام ده كله اتقال في شرح الدرس صح؟ طب تعالوا بقى نقول احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان ال 1 اوفر x دي كانها فراكشن واوفر اكس، والروت ده فوق يعني كان الروت فوق، وادي 8 بلس 9 اكس باور 2. طب جميل جدا، دلوقتي يا جميل انت تقدر تعمل حاجه لذيذه جدا. ايه هي يا جميل؟ بص يا سيدي، هتروح تاخد من تحت الروت اكبر ديجري اللي هو 9 اكس باور 2. 9 اكس باور 2 دي اكبر حاجه، واللي تحت دي الاكس، انت هتاخد دول بس وتسكت، فهتروح قايل لي روت 9x باور 2 وتحت x. يبقى انا عندي هنا ايه؟ روت ال 9 ب 3، وادي ال x باور 2 من تحت الروت، تبقى x اوفر x، ده راح مع ده، يفضل كام؟ 3. يفضل كام؟ 3. طيب هننزل تحت على طول على اللي بعده، كيوبيك روت لل 64x باور 3 بلس 7x ماينس 2 اوفر 3x بلس 2. طيب هنا عندي ايه؟ اكبر ديجري فوق كام؟ اللي هو الاكس باور 3 تحت الكيوبيك روت، يبقى هاخده هو مع الكيوبيك روت بس وهكنسل كل الباقي، فهيبقى كيوبيك روت لل 64 اكس باور 3 اوفر، وانا عندي 3 اكس تحت. طب جميل جدا، كيوبيك روت لل 64 اكس باور 3 ب 4 اكس اوفر 3 اكس، اكس راحت مع اكس، فضل 4 اوفر 3.
ايه السهوله دي؟ والله هو الدرس كده، احنا لو قعدنا نحل بالستبس وبالديفيجن طبعا مش هنخلص، لكن انت المهم انك تكون فهمتها. عندي كيوبيك روت نفس الكلام، تحت الكيوبيك روت اكبر ديجري مين ده؟ يبقى هو هاخده لوحده مع الكيوبيك روت، يبقى هتبقى كيوبيك روت لل 8 اكس باور 3 اوفر. في عندي تحت ايه؟ في هنا ابسوليوت اكس ولا في ايه؟ خلينا نشوف دي ايه؟ ابسوليوت الاكس. طيب وابسوليوت الاكس دي ايه؟ هي ابسوليوت الاكس. تفرق معايا ولا الهوا؟ وبعدين بيقول لي الاكس ابروتش تو مين؟ تو انفينيت. طب ايه الجمال ده؟ ولا حاجه. يبقى على طول هتاخد الكيوبيك روت للكلام ده، هيطلع لك 2a 2x باور 1 2x باور 1 اوفر x. هتشيل لي ده مع ده وهتقول لي على طول ده ايكوالز كام يا جميل؟ 2. طيب هي ابسوليوت الاكس، ابسوليوت الاكس ده هتاثر في حاجه؟ ولا حاجه خالص، الاجابه 2 على طول، لان هو ملوش تاثير اصلا، هو الاكس انفينيت فمش هيفرق معايا. السؤال اللي بعده بنفس الطريقه، اكس ابروتش تو انفينيت، انا عندي فوق سكوير روت اكبر ديجري، تحت السكوير روت مين؟ 9 اكس باور 2، يبقى هتبقى 3 اكس. ليه؟ عشان اخدت لها سكوير روت اكبر ديجري تحت، وتركز لي هنا نيجاتيف 8 اكس باور 3، النيجاتيف 8 الكيوبيك روت بتاعها بنيجاتيف 2 عشان دي كيوبيك روت، والاكس باور 3 باكس، راح ده مع ده يا جميل، يفضل نيجاتيف 3 اوفر 2، نيجاتيف 3 اوفر 2 اللي هو دي. هنا question 16 x approach to infinite 4 minus 3 x power 3 ودي root x power 6 plus 9. طب الكلام ده هنعمل فيه ايه؟ ولا حاجة. هتقول لي 4 minus 3 x power 2 over الكلام ده. أول حاجة أكبر ديجري فوق ايه؟ x power 3، يبقى ده الترم ده اللي هو negative 3 x power 3. وتحت عندك سكوير روت وتحتها x power 6، لما تاخد سكوير روت لل x power 6 هتديك x power 2 باور 3 سوري. راح الجميل ده مع ده يفضل نيجاتيف 3 اللي هو الاختيار A. أظن أسهل وأسرع اكسرسايز ممكن يمر عليك في الدرس في الترم سوري. الاكس ابروتش تو انفينيت للكلام الجميل ده، هنا بقى هتركز، دعونا نركز قليلا. أولا أنت عندك هنا روت الاكس بلس 2، أنا قلت باخد الكبير خالص، يبقى أدي روت الاكس بلس، وأدي روت اكس بلس 2، يبقى أدي روت الاكس برضه. طب بلس 3، ال 3 وال 2 راحوا، خلاص انا باخد اكبر ديجري للاكس. وهنا عندك روت ال 2 اكس. طب الكلام ده بكام؟ الكلام ده ب 2 روت الاكس، وهنا عندي ايه؟ روت الاكس، وال 2 تخرج بره تبقى روت 2. روت الاكس راح مع روت الاكس، فضل 2 اوفر روت 2. و2 اوفر روت 2 دي يا شباب اللي هي عباره عن كام؟ اللي هي عباره عن روت 2. يبقى الاختيار سي هو الاختيار الصحيح. شوف السؤال اللي بعده question 18. هنا على طول يا جميل عندك هنا باور 4 صح؟ هتحط لي براكتس باور 4 وتشتغل على الدنيا زي ما هي ماشيه، طبعا بتكنسل الصغيرين وتاخد الكبار. 3x باور 2 اوفر x اللي هي 3x باور 2 اوفر x باور 2. طبعا الاكس باور 2 مع الاكس باور 2 راحوا، فضل عندي ال 3. 3 باور 4 يا جميل ب 81 على طول. Question 19 بيقول لي limit when x approach to infinite لل x times a plus 1 over x all power n minus a power n equals كام؟ طبعا انا كطالب اول ما اشوف الكلام ده هروح قايل له ادي x power 1 واللي تحت x power n، فهروح واحد يقول لي الباور اللي تحت اكبر يبقى دي بزيرو، وواحد يقول لي انا ما اعرفش الباور ومش عارف ايه، كل الكلام ده مش صح. ليه؟ لان انت ما تعرفش ال n دي بكام، ده حاجه general case اصلا. طيب اقعد ابص انا بقى في السؤال ده نص ساعه وافكر واتامل فيه كده، وربنا يكرمني كده ويهبني العقل عشان اقدر اوصل لاي حاجه من اللي انا اعرفها فاوصل. ايه هي بقى يا جميل؟ سيب الاكس دي خالص واعمل لي ادي ليميت، وسيب برضو الاكس ابروتش تو حاجه، سيبك من الاكس خالص ماشي. بص انت عندك ايه؟ انت عندك البراكتس ده كله اللي هو عباره عن ايه؟ a plus 1 over x all power n minus a power n. مش ده شبه الدرس اللي فات في حاجه؟ ادي ال a وادي ال 1 over x، بس هي في الدرس اللي فات يا مستر كانت x. طيب ما تيجي نخلي الابروتش ده بدل ما هو x نخليه 1 over x. هو لو ال x approach to infinity يبقى ال 1 over x approach to كام؟ to 0. فدي بقت هي دي ولا لا؟ والابروتش بقى 0 زي الدرس اللي فات ولا لا؟ ايوه.
طيب يا مستر ثواني، برضو الكورولاري ما كانش بتقول كده، ده كان في تحت اكس. ثواني بس عشان ما نخسرش بعض، احنا مش اتفقنا ان احنا هنخلي كل اكس تبقى 1 اوفر اكس؟ قلت لي اه. هقول لك اطلع كده، الاكس دي مش ينفع ننزلها تحت ونخليها 1 اوفر اكس عشان تحت اللي تحت بيطلع فوق، فاكر لما كنا بنقول كده؟ ايوه، دي بقى الكورولاري اللي هي كانت بتقول ايه. هكتبها لكم اهي، هنا ليميت اكس ابروتش تو 0 واهو، وادي 0، وبعد كده عندنا كانت بتقول x plus a all power n minus a power n is 0 a. دي كانت x، سوري، ده كان equals مين؟ n في a power n minus 1، صح؟ دي هي دي ولا لا؟ هي نفسها مع اختلاف بسيط جدا، ان انا شلت كل x وخليتها 1 over x، يعني دي بقت 1 over x ودي بقت 1 over x ودي بقت 1 over x. يبقى انا اقدر اطبق الرول. تقدر تطبق الرول يا عسول، اللي هي ايه؟ ال n اهي n تايمز a باور n ماينس 1، وبقت ليها علاقه بالدرس اللي فات بشكل مباشر. السؤال ده مهم كتير 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 مهم، تمام؟ فما حدش يقول لي ما مرش عليا او ما اتقالت ليش الفكره. انت شاطر وذكي ومش محتاج حد يقول لك حاجه، وبتعرف كل الافكار العبقريه دي لوحدك. هنا بقى فكرة برضو جميلة جدا هنشتغل عليها كتير، خلينا مش هنحتاج ده، نشيل ده كده ونشتغل عادي علشان الدنيا سهلة. أنا عندي هنا 12 باور 1 أوفر إكس، وهنا تحت إكس. طيب هو الكلام ده أصلا إيكوالز إيه يا جميل؟ بص يا سيدي، أنت عندك الباور اللي في إكس هنا فوق؟ لأ، بس هي أصلا 12 باور 1 أوفر إكس في حد ذاتها لوحدها كده هي عبارة عن 12 باور 0. اه والله زي ما بقول لك كده، هي مش الاكس ابروتش تو انفينيت، يعني ال 1 اوفر انفينيت ب 0 يبقى 12 باور 0 ب 1، يعني 1 اوفر اكس بلس 7. طب هو انت لما يجي لك سؤال كده ويقول لك ليميت لما الاكس ابروتش تو انفينيت لل 1 اوفر اكس بلس 7 مش دي بانفينيت؟ ايوه، يبقى على طول الاجابه انفينيت. نشوف السؤال اللي بعده. سوري، انفينيت ايه؟ ده انا بقول 1 اوفر انفينيت، 1 اوفر انفينيت ب 0. مش تركزوا بقى كده، ما ينفعش الحركات دي. طيب شوف السؤال اللي بعده، ادي ليميت k وادي 1 اوفر x ال k. انا قلت ان الانفينيت دي صح، يبقى ال 1 اوفر x دي ب 0، يبقى ال k باور 0 ب 1، يبقى 1 اوفر 3، تبقى الاجابه 1 اوفر 3 وانا مغمض عيني. نروح نشوف السؤال، هو question number 22. ليميت when x approach to infinite للكلام ده equals 8. بس يا جميل انا فهمت كده القصه، الديجري اللي فوق قد الديجري اللي تحت، يبقى اصلا ده كله equals a equals، خلينا نكتب كده بلون غامق علشان الناس اللي بتلبس نظارة زيي، a power 2x over 2x. على طول ال x راحت مع ال x، انت ولد جميل. a power 2 over 2 equals كام يا جميل؟ 8. ودي a power 2 equals 2 times 8 بكام يا جميل؟ ب 16. يبقى ال a equals positive negative 4، يعني positive negative 4 على طول. خلي بالك، هو لو قال ان ال A belong لل R positive كنت هاخد ال positive، بس لو قال negative كنت هاخد مين؟ ال negative بس. السؤال اللي بعده 23، برضه نفس الفكرة تقريبا، أكبر ديجري فوق أهو وأكبر ديجري تحت أهو، يبقى أنت على طول هتشيل ال X power 2 مع ال X power 2، يفضل A over 3، يبقى A over 3 equals 3. يبقى ال A equals كام يا جميل؟ 9. نفس الكلام يا جميل، اكبر ديجري تحت اهو واكبر ديجري فوق اهو قد بعض ايكوالز كونستانت، يا سلام عليا. يبقى انا كده على طول فهمت ان ام بلس 2 اوفر 2 ام ايكوالز كام؟ 2. ليه؟ ما هو الاكس باور 3 راحت مع الاكس باور 3، طلع لي 2 ام هناك تايمز 2، فهتبقى ام بلس 2 ايكوالز 4 ام. ايه الجمال ده؟ طب ما تجيب الام دي هنا، هتبقى 3 ام ايكوالز 2. ما هو الام دي لما تيجي هنا تجيب نيجاتيف ام، يبقى الام الجميله ب 2 اوفر 3. ايه الجمال ده؟ ادي 2 اوفر 3 اللي هو الاختيار سي. تعالوا نروح نشوف السؤال اللي بعده، اللي هو question 25. ثواني، احنا كنا في question كام؟ 24. ده لسه البيج فيها اسئله كتير. ايه ده؟ انتوا مستعجلين ليه كده؟ طيب نروح هنا يا شباب ونشتغل كده كاننا اذكياء ونحل السؤال بتاعنا بسهوله. وصلنا ل 25. هنا عندك ايه يا جميل؟ عندك 3 plus 2x minus 5x power 2 والx approach infinite. طبعا مفيش numerator، مفيش root عشان اعمل times conjugate، مفيش اي حاجه. يبقى على طول هروح قايل له خلي بالك اهو ده.
negative 5 times infinite بنيجاتيف infinite، يبقى الإجابة B، وده الكلام اللي احنا قلناه في موضوع البوزيتيف والنيجاتيف. اللي بعده infinite، وده طبعا x power 3 أكبر power positive، وده positive يبقى على طول A، يبقى question 26 كانت إجابته A. question 27 بيقول لي root، خلي بالك واحد يقول لي ثواني يا مستر إيه مفيش multiply، طب أنا هعمل times الconjugate، هقول لك اصبر. الـ expression اللي تحت الـ root ده عبارة عن x power 2، لو أخدت ده كده عملت له root هيديك x، minus x يبقى 0، فهل ده معناه إن الإجابة 0؟ طبعًا لو عملت كده تروح ورا الشمس على طول. أمال أعمل إيه يا مستر؟ هتروح جايب لي ده كده وتعمل له times الـ conjugate، وعايزك تركز معايا في الطريقة بتاعت multiplying الـ conjugate عشان دي حاجة مهمة جدًا وأنت بتستخدمها كتير في الماث. أنا عندي هنا أهو root x power 2 plus x minus x، هعمل لها تايمز الكونجيجيت بتاعها فوق وتحت. طب الكونجيجيت كام يا جميل؟ اهو ده نفسه بس عاكس الساين دي، هخليها روت x power 2 plus x plus x، وادي روت x power 2 plus x plus x. انا كده استفدت ايه؟ استفدت كتير. هنا لما اجي اعمل مالتبلاي اللي تحت ده هيفضل زي ما هو، اللي هو هيفضل روت x power 2 plus x plus x. طب واللي فوق هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه حاجه جميله جدا، لما بعمل اي حاجه تايمز الكونجيجيت بتاعها باخد الاولاني ده وده هو صح، بروح اعمل له باور 2، باور 2 دي هتشيل لي دايما الروت، فبالتالي هيفضل عندي اكس باور 2 بلس اكس، واخد ماينس واخد الثاني ده اللي هو نفسه ده صح، بس دايما دي بتبقى ماينس اكس تايمز اكس باكس باور 2، او تقول لي اكس اعمل لها اصلا باور 2، نيجاتيف اكس باور 2 مع اكس باور 2 راحوا مع بعض، فضل عندك اكس اوفر ايه الكلام الجميل ده. طب ده دلوقتي لو عملت له ليميت والاكس ابروتش تو انفينيت تعمل ايه يا جميل؟ على طول هتروح قايل لي الديجري اللي فوق ب 1 يبقى اكس، واكبر ديجري تحت اللي هي الجزء ده صح هاخدها بالروت بتاعها تبقى اكس باور 2. طب يا مستر دي كمان 1 يبقى بلس اكس، خلي بالك اكبر ديجري هنا تحت الروت باكس باور 2 يبقى دي اتكنسلت، لكن دي تفضل زي ما هي والاكس اللي بره تفضل زي ما هي. طب ما هو روت الاكس باور 2 دي عباره عن اكس، يبقى انت عندك اكس اوفر اكس بلس اكس اللي هي اوفر 2 اكس يعني هاف، يبقى الاجابه سي، يبقى الاجابه سي. نركز واتمنى ان احنا نكون بنحل الاسئله دي بايدينا، يعني انا دايما بحب ان احنا نكون بنحل بايدينا، ما نكونش ان احنا معلش وانا اخترت لاف هنا ليه، احنا بنحل سؤال 27 يا شباب قلت لكم ركزوا، ما ينفعش كده. احنا عايزين نعمل ايه؟ نحل بايدينا ونبقى مركزين زي ما انا مركز كده، تمام؟ اوعوا تعملوا كده في الامتحانات الله يكرمكم. هنا على طول نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 28 limit when x approach to infinite للx power n equals 0، يبقى على طول ال n belong لمين؟ والله يا جميل أنا عايز أقول لك على حاجة بس عايزك تكون واخد بالك منها، علشان ده يبقى equal 0 يبقى لازم الإكس دي تبقى في الدينومينيتور، وعشان الإكس تبقى في الدينومينيتور يبقى الباور بتاعها لازم يبقى نيجاتيف صح؟ يبقى الـ n لازم تكون في النيجاتيف، والاختيار الوحيد اللي فيه نيجاتيف هنا هو الاختيار دي. question 29، question 29 برضه روت وروت وروت، إيه اللعب ده؟ ولا حاجة. أكبر ديجري فوق هتشيل دي وهتشيل دي مالكش دعوة بيهم، وهتاخد لي الفور مع الروت يبقى هتبقى 2x لأنه 4x. طيب وده كله مات، أنا باخد أكبر ديجري بس، وتحت عندك 8 يا جميل وأدي روت الإكس. طيب كده حلو؟ حلو بس مش قوي يعني، ليه؟ لأن أنا في روت ما كتبتوش، مش أنا فوق أخدت روت ال 4x ما تبقاش 2x أهي، يبقى روت ال 4x اللي هي ايكوالز ايه؟ روت 4 اكس يا جماعه ب 2 روت اكس، جميل، وتحت عندي 8 روت اكس. طب ما هو ده راح مع ده يفضل 2 اوفر 8 1 اوفر 4، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو مين؟ 1 اوفر 4. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو خلاص تقريبا وصلنا لاخر ثلاث اسئله. لو ال a greater than ال b و x power a و x power b، يا راجل انت جاي تسالني على الرول اللي احنا اخترعناها واشتغلنا، ده احنا بقالنا ساعه ونص شغالين بيها. ايه هي؟ انه لو كان ال a اكبر من ال b، الباور اللي فوق اكبر من الباور اللي تحت، يبقى دي على طول equals مين؟ infinite. طيب
وبعدين نشوف question 31 بيقول لي لو كانت الـ A أصغر من الـ B يا راجل، يعني الثانية الـ A أصغر من الـ B يعني الـ power اللي تحت أكبر، يبقى الإجابة 0 اللي هي C. آخر سؤال يا جميل عندنا بيقول إيه؟ بيقول إنه يا عسول لو كانت الـ f(x) polynomial function of third degree والـ g(x) is polynomial function of fifth degree. يبقى أنت خلي بالك يا جميل، أنت عندك هنا إيه؟ على طول اللي فوق دي of mean f polynomial third degree، يبقى الـ f third degree، يعني أنت عندك g(x) وهنا عندك x power 2 وهنا عندك f of x، تمام. دي third degree يعني أكبر degree فيها 3 times 2 يبقى x power 5، تمام. وهنا g of x اللي هي إيه؟ اللي هي برضو فيها fifth degree يبقى أكبر degree فيها x power 5. طب الكوفيشنت أنا ما أعرفش، هنا في كوفيشنت معين وهنا كوفيشنت تاني، يبقى الريزلت هتبقى إيه؟ ال x power 5 هتروح مع ال x power 5 ويفضل constant، بس الكونستنت ده مستحيل يكون 0. ليه يا جميل مستحيل يكون 0؟ لأن هو لو كان 0 إمتى بيحصل بيبقى 0؟ لو كانت الديجري اللي فوق أصغر من الديجري اللي تحت، أو الديجري اللي تحت هي الكبيرة، صح؟ يبقى أنا عندي كونستانت، بس الكونستانت ده ما يبقاش يبقى 0، فمش هختار ال 0 ولا بوزيتيف نيجاتيف انفينيت ولا داز نوت إكزيست، يبقى على طول هنختار الكونستانت اللي هو داز نوت إيكوال 0. كده بفضل الله وتوفيقه خلصنا أو توفيقه خلصنا الاكسرسايز. اكسرسايز 15 كان اكسرسايز ممتع وسهل ولطيف، واعتقد انه الوقت بتاعه كان كيوت كده ولذيذ. اتمنى منكم ان انتم تشتغلوا بايديكم يا شباب، علشان احنا خلاص اوشكنا على الانتهاء من الكالكلس، وبعد كده ان شاء الله هناخد بعد كده الكوساين رول، يعني ممكن ناخد السيشن الجايه ناخد التريجنومتريك فانكشن، نخلص كل الجزء بتاع الليمت، هيفضل لي الكونتينيوتي والاكزيستنس اللي هم اصلا احنا اتكلمنا عن الفكره الرئيسيه بتاعتهم في اول درس، وبعد كده ان شاء الله ندخل على شابتر 2 في الالجبرا بعد ما نخلص الكالكولس والتريج، عشان نختم ان شاء الله بشابتر 2 في الالجبرا عشان تبقوا عارفين بس البلان اللي احنا ماشيين عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.